السلام عليكم الخوت، عيش نهار تسمع خبر. شوفوا معايا التصاور هذه. الفريق الالماني بكرة القدم في كاس العالم بقطر خلال المواجهه ديالو ضد المنتخب الياباني واللي خسر معاه بجوج لواحد. الغريب في الامر قبل بدايه المباراه في التصويره الجماعيه ديالهم كلهم سادين على فمهم بيديهم، بغاو يوصلوا للعالم واحد الحاجه، الا وهي في قطر هناك تكميم الافواه. يعني قطر بغات تكمم الافواه ديالنا. بطبيعه الحال انا فرحان الحمد لله على كل حال بان قطر سدات الفوام ديال الدول الغربيه او كممات الفوام ديال الدول الغربيه. هذا بحد ذاته انتصار. الدول الغربيه اصحابهم هما اللي شادين العالم كامل. نساو الى ان هناك خمس قارات عالميه وكل قاره عندها العدد ديالها، الهويه ديالها، التقاليد ديالها، وبطبيعه الحال ديننا واحد، والعلم ان هناك اختلاف كذلك في الديانات. قطر ما قلت لهم شي حاجه خارج على نطاق القانون. ادخلوا لبلادي بطبيعه الحال، خاصكم تحترموا الهويه ديالي، تحترموا السياده ديالي، تحترموا القوانين ديالي، تحترموا التقاليد ديالي، تحترموا الديانه ديالي بطبيعه الحال. وحنا ما باغيين لا شعارات ولا اشهارات ديال الشذوذ الجنسي او المثليه. وبطبيعه الحال ليس هناك خمر بالديار القطريه. والدول الغربيه بطبيعه الحال كلها طلع لها الدم. الغريب في الامر شاهدوا معايا في هذه التصويره هذه واحد اللوين واحد العزوه، مع العلم انا احترمه ولتينا عزوه بحالي بحالي، حتى هو سد فمه على ان قطر كممت ليه الافواه ديالو الفم ديالو. وشوفوا معايا نفس التصويره، هو نفس الشكل الا في الجلابه، هو انسان مسلم، هو انسان مسلم. هنا كيجي الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام بحيث يقول يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. الله أكبر. يعني هذا قلب الجلابة، قلب الفيسة، نسى راسه على أنه مهاجر بالدول الغربية أو بالديال الألمانية، أخذ الجنسية وكيلعب مع الفريق الألماني لكرة القدم، حتى هو يدعم هاد الناس ديال الشذوذ الجنسي ولا المثليه او لا شرب الخمور. طبيعة الحال المانيا دارت ضجه والحمد لله، نساو على انهم جاو يلعبوا لعبه كاس العالم اللي فيها 32 دوله بطبيعة الحال، وبقاو حاضرين قطر حتى جابوها في راسهم وخسروا مع اليابان بجوج لواحد. الحمد لله على كل حال. هذا من جهه، من جهه اخرى كذلك شوفوا معايا الاخوان الاخوات، شوفوا معايا هذا المنشور هذا. منتخب يهدد بالانسحاب من كأس العالم بقطر. أواه، كلشي بغى ينسحب من قطر، سيروا انسحب، الله يعاونكم. خاصكم تعرفوا أيها المشاهدين الكرام على أن قطر سدت لهم فمهم وخيطاتو بالخيط والإبرة. علاش؟ تنظيميا يعني، ونشرت الديانة الإسلامية نشرا عالميا. الغريب الامر دخول العديد من الغرب والكفر وكذا 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 الديانات الاسلاميه، تصبحوا يعني مسلمين وشهدوا الشهادتين. هذا بحد ذاته عمل جبار. والحمد لله قطر بطبيعه الحال قامت بواحد الحكم كبير ولا زال لحدنا اليوم ناجحه فيه الحمد لله على كل حال. تتقول لهم حنا ما غاديش نعطيكم الخبر وما حتى واحد ما يدخل بالاشاره. الفريق الالماني بغى يدخل بالاشاره ديال المثلية، ما بغاوش، قالوا لهم لا سيدي ما تدخلوناش في داك الشيء. وبطبيعة الحال نساو راسهم لاعبين كرة العالم وحاضرين قطر، وحدي قطر بطبيعة الحال. كنشوفوا على أن المنتخب الدنماركي كذلك. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالانسحاب، هدد المنتخب الدنماركي الفيفا بالانسحاب من بطولة كأس العالم 2022 التي تقام بقطر. وجاءت تهديد منتخب الدنمارك بالانسحاب نظرا لرفض الفيفا رفع شعار يعني الوان يعني ديال دعم المثليين في دولة قطر. يعني كنشوفوا على ان الرئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم هدد بان منتخب الدنمارك سوف ينسحب من كأس العالم المقامة بقطر. هذا من جهة. كذلك كنشوفوا على ان واحد الصحيفة اسبانيا، كذلك المنتخب الاسباني ينتقد قطر
قالوا لهم نشعر بخيبة أمل، نحن مضطرون للرد على هذا، سنقوم بذلك مع الدول الأخرى، نحن في هذا معا، نحن مندهشون لأننا لا نستطيع ارتداء هذه الشرع لدعم المثليين. كلهم غادي يدعموا المثليين بطبيعة الحال، كلهم اتحدوا على حاجة واحدة، كلهم شادين في حاجة واحدة. هنا السؤال المطروح، علاش هادشي كامل؟ واش حنا جايين نلعبوا كأس العالم؟ أولا جايين نديروا الإشهار ديال حاجة أخرى وهي دعم المثلية؟ دنمارك، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، العديد من الدول. طبيعة الحال هناك انتفاضة كبيرة ضد قطر. حلل وناقش. ولكن الحمد لله على الإسلام ونعمة الإسلام، وما غاديش ينجحوا بطبيعة الحال. ولحد الآن البطولة العالمية ناجحة بدولة قطر. شوفوا الغرابة على أن هاد الناس صحابهم بطبيعة الحال هما كيحكموا العالم، بغاو يديروا ما بغاو في أي دولة، تبغيو يحتقروا الدول العربية أو دول العالم الثالث يعني. والحمد لله قطر التيرانات اللي عندها، الإمكانيات اللي عندها، حتى دولة غربية ما تقدر توصل لك الإمكانيات اللي عند قطر. وكنشوفوا كذلك على أن كاع الناس ديال الغرب كلهم تقلبوا على كونترات باش يمشيو يخدموا دولة قطر. أنا كنعرف إسبان عندهم وليداتهم كيخدمين في قطر، كيتخلصوا مزيان 5000 الأورو، 6000 الأورو، 4000 الأورو، ما يحلمش بها هنا في إسبانيا، وما عمرو يشدها، وكيشدها في قطر بطبيعة الحال، وعايش عيشة الملوك، وتما ما كاينش شر ما والو، عايش بخير وعلى خير. بطبيعة الحال هنا كتشوفوا التناقض. فلهذا خوتي وخواتاتي، الحمد لله على نعمة الإسلام والمسلمين، الحمد لله على أننا كنشوفوا يعني في دولة قطر وبينوا الغرب على الحقد ديالهم والحسد ديالهم بطبيعة الحال لهاد كأس العالم اللي هو بطبيعة الحال كيجمع العديد من الدول، وفيه مدة ديال شهر، فيها هذه الرياضة الإخوان، رياضة ما جايش باش نديروا شي حاجة أخرى بطبيعة الحال. وبما أنها في دولة قطر خاصكم تحترموا السيادة وتقاليد الدولة القطرية والعادات والديانات بطبيعة الحال. فلهذا أخوتي المغاربة، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ونخليكم إن شاء الله بحول الله فيديو آخر إن شاء الله بحول الله، ونتقاسموا معكم على قناة تيك توك، وشاركوا معنا في تيك توك، اللي بغى يشارك مرحبا به، واللي بغى يشارك معنا كذلك في القناة ديال اليوتيوب، عندنا قناة في اليوتيوب ألا وهي فيصل برشلونة أولا فيصل المدن، ومرحبا بك بطبيعة الحال، وفعل الجرس باش أنه يوصل كل جديد على القناة ديال فيصل برشلونة. أخوتي المغاربة، تحية خالصة من القلب، تبارك الله عليكم، ملتقانا يوم غد إن شاء الله بإذن الله. تحياتي.